انت كنت ضابط بوليس وهو طلع عمل دور ضابط اقنعك شريف؟ اه والله انا عشان عارفه فما اقنعنيش. ما اقنعك. طب تعال نشوف شريف هيقول ايه ونرجع تاني نحلل كلامه. كوتي كان معايا من يمكن هو اكبرني سنا ولكن كان معايا من منطقه الناشئين، يعني انا كنت بلعب تحت 16 سنه وهو 18 سنه، وكان ليا الحظ والشرف طبعا ان احنا نكون بنلعب مع بعض، وطلعت انا درجه اولى وهو طبعا كان في نفس الوقت بعديه فتره قليله جدا كان معانا موجود. عايز اقول لك شخصيه هاديه جدا، جميل جدا، اخلاق اللي هي طليق الحقيقه بتشيرت النادي الاهلي وبالرياضه عموما يعني. ف كابتن فوز كوتي ليه سوالات وجولات في الملاعب احنا اللي عارفينها واحنا اللي حسينها والناس كلها عارفاها، مش هننسى ماتش اتحاد اسكندريه نزل غير نتيجه تماما وجاب هدفين من اجمل الاهداف اللي احنا اتفرجنا عليها وشفناها. والموضوع ده كان فيه انا كنت هلعب الماتش ده، لو كنت لعبت كنا خسرنا النقطتين، لان انا كنت موقوف من مباراه اهلي وزمالك وما كانش لسه الوقف اتفك، وكنت انا هلعب الماتش والله يرحمه كابتن فتحي نصير جالي وقال لي انت هتلعب ازاي وكلام ده، انا لسه ما فكتش الوقف. المهم انا رحت كابتن حسن حمدي وخرجت من التيم، وكان كابتن فوزي مش في فرقه خالص، كان دايما يبقى عندنا 16 و2 لو حصل حاجه يعني. فدخل كابتن فوزي بالصدفه في الفرقه احتياطي ونزل تاني شوط هو اللي جاب الجولين، فدي يعني كانت مفارقه جميله جدا. و غير بقى ماتشاته في الاسماعيلي، غير ماتشاته معايا انا كمان واسيستنج لكابتن خطيب ماتشات الاولمبي، ويعني لاعب الحقيقه سريع جدا، موهوب جدا، هداف جدا، من الناس اللي انت قلتي بتلعبي جنبهم تحسي انك اعصابك مستريحه، يعني ما بيحسسكيش باي حاجه غير انه بيدي كل اللي عنده، بيدي مجهوده كله، حرفيته كلها، غير كده انه حياته كمان عسكريه قوي لدرجه انه بقى يعني وصل للواء يعني كمان على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد المهني او الحياه العسكريه اللي هو كان موجود فيها واختارها، هي طليق بشخصيه عظيمه زي كابتن فوز سكوتي. الحقيقه انا اتشرفت ان انا كنت معاه في الملاعب ومنور مع احسن من لعب في الجناح في مصر ويمكن في العرب كلهم وافريقيا كابتن مصطفى عبده. منور يا كابتن فوزي. وانت اللي منورنا كابتن شريف. حبيبي يا شريف، كتر خيرك الكلام الجميل ده، وربنا يديك الصحه والعافيه. جميل شريف والله. انت كنت بره التيم ساعتها واحنا مسافرين اسكندريه؟ ما هو كان يعني تعرف ده مالي بتحط الكشف بتحط فيه اتنين زياده خاصه لما يكون بره القاهره، فكنت محطوط اسمي طبعا، فسبحان الله اتنين اللي انت في الاثنين الزياده. ما كنتش انت يعني ما كنتش حاط في الاعتبار ان انت هتروح تلعب؟ لا الصراحه لا، والماتش انا كنت قاعد بره، كان مستر كالوتشاي والكابتن فؤاد شعبان. ايوه، فانا قاعد الشوط الثاني والدنيا، انا بقول لك اكرامي الجماهير قاعده فوقيك. لا كان ماتش والجرم والايه والبابلي وبتاع كور في العارضه والحاجات دي، والماتش مكهرب وانا قاعد طبعا وورانا الجماهير بقى. لما طب قالوا لك ازاي انت هتلعب الماتش؟ لا ما قبلها قبلها اتحط في يعني شريف بيقول لك يوم الماتش قالوا له انت مش هتقدر تلعب عشان عندك وقف. ما هو في اتنين انا كنت من ضمن الاثنين. وانت كنت مستعد ذهنيا بقى للمباراه؟ ما انا مش محطوط بقى، فمش مش مش حط، بس انا مسافر معاهم مسافر معاهم. طب لما قالوا لك مين اللي بلغ انك هتلعب؟ الصراحه لما انا كنت قاعد قال لك انت هتبقى موجود مع الصف. فلقيت لا الكابتن فؤاد شعبان، فوزي قوم سخن الدنيا مكهربه. لا جابها لك ازاي يا فوز في الماتش يعني؟ لا ما انت محطوط، ما انت خلاص محطوط، ممكن في اي وقت يقول لك تخش على طول. ما انت عرفت امتى ان شريف قبل ما نسافر؟ قبل ما تسافر قبل ما نسافر قال لك انت بقى يعني شريف مش جاي خلاص، فدي يعني برضو فبتخليك بقى تبتدي تركز ان ايه احتمال. وسبحان الله يعني عسى تكرار شأن هو خير لك. طبعا فسبحان الله ان ربنا مثلا يعني كده، وشريف برضو من اللعيبه الجامده يعني، برضو حتى لو كان موجود. وانت طبعا كان لعيب جامد يعني. لا لعيبه الاهلي ما شاء الله يا كابتن بجد يعني ما شاء الله لحد دلوقتي حتى كمان.